بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو عيسى الترمذي في جامعه في كتاب الحج، قال: باب ما جاء أن المحرم يشتكي عينيه فيضمدها أو يضمدها بالصبر. الصبر هكذا هو، وبعضهم يقول بالصبر، كلاهما جائز، لكن الصحيح أنه الفصيح مثل كتف ولا يسكن، نعم، إلا لضرورة الشعر. قال: هل يجوز أن يضمد بالصبر؟ هل يعني الدواء عامة إذا لم يكن فيها طيب إن شاء الله أو فيها رائحة طيب فلا يمنع إن شاء الله في استعماله الخارجي؟ نعم. قال: حدثنا ابن أبي عمر وهو يحيى بن أبي عمر العدني من الثقات المعروفين الأئمة صاحب المسند، قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى، وهو أيوب بن موسى ابن عمرو ابن سعيد العموي من الثقات، عن نبيه ابن وهب، وهو نبيه بن وهب بن عثمان العبدري ثقة، أن عمر بن عبيد الله بن معمر اشتكى عينيه وهو محرم، فسأل أبان بن عثمان فقال: اضمدها. أبان بن عثمان بن عفان رضي الله عن أبيه ورحمه الله، فقال: اضمدها بالصبر، فإني سمعت عثمان بن عفان يذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اضمدها بالصبر. فالصبر في الحقيقة ليست فيها رائحة، إنما هي تكون مرة وتستعمل لأعمال أو لأمراض كثيرة. فالضماد كذلك يقاس عليه كل علاج من الخارج أو مما يحتاج الإنسان أن يضمد نفسه من الجروح وغيره، فليس فيه حرج إن شاء الله. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، لا يرون بأسا أن يتداوى المحرم بدواء ما لم يكن فيه طيب. لخصوا لنا: الصبر دواء ليس فيه طيب، كذلك يجوز أن يتداوى المحرم بأي دواء فيه ليس فيه طيب. نعم. لكن قل إذا كان فيه طيب واضطر أن يستعمله فالظاهر يكون عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. باب ما جاء في المحرم يحلق رأسه في إحرامه ما عليه. قال: حدثنا ابن أبي عمر أنه قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب السختياني وابن أبي نجيح وحميد العارج. عبد الله بن أبي نجيح وحميد العارج هو حميد بن قيس العارج المكي، وعبد الكريم هو ليس عبد الكريم بن أبي المخارق، هو عبد الكريم بن مالك الجزري عن مجاهد، يعني عن أيوب السختياني وابن أبي نجي وحميد وعبد الكريم، أربعتهم يروون عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم، وهو يوقد تحت نار. يوقد تحت نار الظاهر يدخن أو يبخر، والقمل وهو يوقد تحت نار، يوقد تحت نار، وخاصة تحت قدر، يوقد تحت قدر، قالوا أنه كان في جملة، قالوا أنه كان يبخر، والظاهر قد يكون قريبا من النار ويوقد ويشعل النار. وفي هذه الحالة إذا أصاب القمل، والقمل يتحافت على وجهه، الحر إذا أصاب القمل فتتناثر أكثر، وهو يوقد تحت قدر أي كان يطبخ شيء أو يوقد، وقيل يوقد أنه كان يبخر به قمله، إذن كلا التفسيرين.
والقمل يتحافظ على وجهه، وفي رواية أخرى يتناثر فقال أتوذيك هوامك هذه، وفي رواية أرى أن هوامك هذه توذيك، فقال نعم، فقال احلق وأطعم فرقا بين ستة مساكين، والفرق ثلاثة آسو، أو صب ثلاثة أيام، أو انسك نسيكة أي اذبح ذبيحة. قال ابن أبي نجيح قال أو اذبح شاة. هذا الحديث يدل على أن المحرم وإن كان مضطرا بحلق رأسه وهناك ضرورات تبيح المحظورات، لكن لا ينبغي للإنسان أن يسوق الأدلة مساقا واحدا، كل مسألة إذا كانت لها دليل خاص لا ينبغي أن يعدل عنه. لا يأتي أحد، هناك تجد سبحان الله الناس ما خلوا عن القياس، قالوا الضرورات تبيح المحظورات فإذا ليس عليه فدية. نقول لا، هذه مسألة خاصة يجب أن يقال فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان مضطرا مع ذلك قال احلق وفدي من هذه الفدى الثلاث وأنت مختار أو مخير، وكما قال في قوله تعالى فمن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فيحلق شعر رأسه قبل أن يحل من إحرامه ويبقى بعد ذلك في إحرامه إن شاء الله، لكنه يفدي فدية شاة. وهذا الحديث يمكن نجعل في الأحاديث التي تدل على تيسير الإسلام للمسلمين أمورهم. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن المحرم إذا حلق أو لبس من الثياب ما لا ينبغي له أن يلبس في إحرامه أو تطيب فعليه الكفارة بمثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لا بد أن يتجرد من المحيط الذي يكون مثل القميص أو مثل الفنيلة أو مثل السراويل، لكنه إذا اضطر أن يلبس خاصة وقاية للحر والبرد، أما إذا كان لا يجد إحراما من الرداء والإزار فجاز له أن يلبس ماذا؟ السروال بدون فدية، كما جاء في الحديث ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل. هناك لا يكون فدية، لكن هنا في هذه الحالة إذا لبس السروال قالوا احتياطا لنفسه حتى لا ينكشف. هنا هذه المسألة أيضا فيها بعض الأقوال، لكن الذي يظهر والله أعلم إذا كان يلبس اتقاء للبرد أو اتقاء للكشف وغيره فيجب عليه الفدية. لكنه جاء أن عائشة رضي الله عنها أنها كان لها عبيد وكانوا يشدون رحلها، فكانت تأمرهم أن يلبسوا التبان، هذا اللفظ جاء التبان هو السروال الصغير تحت إحرامهم، لكن لا يمنع أن يكون بعد ذلك تفدي لهم إن شاء الله فدية هي رضي الله عنها، ولا يقال إنها غير فدية. فإذن إذا احتاج مع ذلك إذا احتاج أن يستعمل شيئا محرما في حالة الإحرام سوى ما استثني مثل السروال ومثل الخف يجب عليه أن يفدي الفدية المخيرة، صيام ستة أيام أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ينسك أو يذبح شاة. باب ما جاء في الرخصة للرعاية أن يرموا يوما ويدعوا يوما. باب ما جاء في الرخصة، يعني الرخصة، كلمة الرخصة عند الأئمة رحمة الله وكذلك أخذوا هذه اللفظة في التبويب في الحديث أو من الحديث الذي جاء في الحديث رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرخصة هي مقابلة العزيمة، والعزيمة بمعنى واجب، والرخصة بمعنى لحاجة خاصة لحالة خاصة قد يؤذن للشيء. فإذا دل على أن رمي الجمار من الواجبات لا يجوز أن يتركها الإنسان. قال حدثنا ابن أبي عمر وهو العدني قال أنه قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنا أبيه أبي بكر بن عمرو بن حزم أنا بالبداح بن عدي. أبو البداح هكذا لم يعرف اسمه لكن اسمه وكنيته واحد، أبوه هو أبو البداح بن عاصم بن عدي بن الجد هكذا البلوي من الثقات، عن أبيه أبو العدي بن
عدي بن الجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للرعاي جمع راعٍ اللي جاء في كتاب الله تعالى الرعاء، ما هو كذا؟ لا نسقي حتى يصدر الرعاء. وفي أحاديث أخرى للرعاة والسقاة هكذا جاء، أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للرعاة والسقاة ألا يبيتوا بمنى. فالرعاء هنا جمع راع، أن يرموا يوما ويدعوا يوما. كيف ذلك يرموا يوما؟ يرموا يوما يوم النحر، ثم بعد ذلك يتركوا يوم 11 أو 11، ثم يأتون يوم النفر ويرمون ل11 و12. هذا أيضا مما يعني يدل على تيسير الله تبارك وتعالى للمسلمين عباداتهم. قال أبو عيسى هكذا روى ابن وينة وروى مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه، ورواية مالك أصح، الظاهر كلاهما صحيح إن شاء الله، وكلتا الروايتين صحيحة. غاية ما فيه يعني هذا رأي ترمذي رحمه الله، رواية مالك أصح لا ينكره صحة الثاني، أو لا ينكره هو صحة الثاني أيضا. الثاني يقول أقوى كأنه، وقد رخص قوم من أهل العلم للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما، وهو قول الشافعي. ما دام قد في الحديث قد جاء لا ينبغي أن يعارض النبي صلى الله عليه وسلم أحد، وإن كان قوم قد خالفوا في هذا قالوا لا كل شيء له وقته لا ينبغي، لكنه يعني ما دام جاء في الحديث فيكون هو الأصل في المسائل. نعم، لا والظاهر لم يراعوا الضعفاء وغيرهم في هؤلاء، لأن الضعفاء إما يكونون في منى لا يمنعهم من الغياب عن منى، لكن هنا الرياء مصلحته لحفظ مواشيهم، هذه مصلحة، فهم إذا قدروا أن يذهبوا يرموا بنفسهم وإلا يرمون عنه في وقته كل يوم بوقته. نعم، إذا كان فاته لم يرمي فيقضي في اليوم الثاني أو الثالث. الأطباء نعم، إذا كان بالفعل إن شاء الله الذين لا يستغنى عنهم فأجازوا لهم، وقد وجدنا فتاوى العلماء رحمة الله عليهم حتى في المبيت أيضا كذلك في الرمي. نعم، لا يوكلوا لكنهم يذهبوا في اليوم الثاني. نعم، جميل. ثم بعد ذلك يقول قال حدثنا الحسن بن علي الخلال وهو الحلواني أنه قال حدثنا عبد الرزاق أنه قال أخبرنا مالك بن أنس أنه قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح ابن عاصم ابن عدي عن أبيه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل. هذا الذي أشار الترمذي قال هذا أصح، لكن لا يجد دليل واضح لكونه أصح، وكلاهما إن شاء الله صحيح. رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر فيرمونه في أحدهما. قال مالك ظننت أنه قال في الأول منهما ثم يرمون يوم النفر، يعني كأنه يقول أنه في الأول يوم أول يوم يرمون ثم يوم النفر للأول والثاني، كلاهما بمعنى واحد، لأنه يقول أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر فيرمونه في أحدهما، كأنه يقول إذا جاء يوم 11 فيرمي يوم 12 بهذا العموم. قال مالك ظننت أنه قال في الأول منهما، يعني يرمي يوم النحر ثم يرمون يوم النفر ليوم 11 ليوم 12. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأصح من حديث ابن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر. نعم، الظاهر هل إذا جاء يرمي لليومين، فأول شيء يرمي ليوم 11 وفي مكانه للصغرى والكبرى، الظاهر الصغرى لليوم الأول واليوم الثاني، ثم الوسطى لليوم الأول في مكانه إن شاء الله، ما دام لم يأتي التفصيل ترك الاستفسال في موضع الاحتمال ينزل منزلة العموم في الاستدلال، هكذا قالوا. فما دام لم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم فيرمي إن شاء الله في الموقف نفسه لليوم الأول واليوم الثاني، كذلك الوسطى لليوم الأول الثاني،
ثم الثالثة. نعم. باب قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي أنه قال أخبرنا سليمان بن حيان. سليمان بن حيان من هو؟ سليم بن حيان. هو سليم بن حيان غير سليمان بن حيان. سليمان بن حيان هو أبو خالد الأحمر، وهذا سليم بن حيان المكي أظن. نعم. ثقة. قال إيش هو قبله في حديث؟ أين هو؟ سليم بن حيان الهذلي المكي قالوا هو. نعم. المكي والهذلي مكي قالوا مكي والبصري أيضا. نعم. لأن قبيلة حذيل كلهم حول مكة. قال سمعت مروان الأصفر أن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عليا قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن قال بما أهللت سؤالا؟ قال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن معي هديا لأحللت. ما هنا قالوا جاز للإنسان أن يهل بنية شخص آخر، يعني كأنه يقول أهل بما أهل به أخي فلان، فإذا وصل هناك وعلم أنه أهل للإفراد فهو مفرد، أهل للتمتع فهو متمتع، وللقران هكذا. من هنا استدلوا قالوا أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن معي هديا لأهللت، يعني طبقا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. نعم. فمن هنا استدلوا على كل حال أن من يكون ساق الهدي إذن لا يحل إلا من، أو خاصة إذا كان قد قرن بين الحج والعمرة. لكن هل يمكن أن يكون يسوق الهدي ومفرد؟ نعم، كذلك يسوق الهدي وهو متمتع جاز، لكنه إذا كان قارنا فلا يخرج من إحرامه الظاهر، هكذا قالوا. نعم. باب ما جاء وإذا تمتع وإذا قارن لا يجوز له أن يخرج إذا أحل إذا ساق الهدي، لكن إذا لم يكن ساق الهدي فجاز له أن يجعلها عمرة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي فليجعلها عمرة، فيكون يمنع القارن أن يحل أن يحل من إحرام القران إلى التمتع إذا كان ساق الهدي. باب ما جاء في يوم الحج الأكبر قال حدثنا عبد قال أبو عيسى هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه. قال باب ما جاء في يوم الحج الأكبر قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث أنه قال حدثنا أبي أن أبيه كلهم ثقات أن محمد بن إسحاق صدوق أو ثقة أن أبي إسحاق هذا محمد بن إسحاق أن أبي إسحاق السبيعي أن الحارث أن علي حارث هو حارث بن عبد الله الآور وهو ضعيف الرجال أو الرواة كلهم ثقات إلا حارث وهو ضعيف يروي عن علي قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحج الأكبر فقال يوم النحر. هذا الحديث يكون حسنا لغيره، الضعيف إذا جاء ما يقويه مثله أو أقوى منه فيكون حسنا لغيره، وقد له جاء له شاهد بهذا المعنى عند في التفسير في كتاب التفسير عند البخاري رحمه الله أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، فالحديث صحيح هنا حسن لغيره والأصل الحديث صحيح، فجاز لك أن تقول هذا حديث حسن صحيح. نعم. إيش هو أبو إسحاق هذا السبيعي إن شاء الله؟ قالوا إنه مختلط وكذا، لكنه اختلفوا فيه على كل حال. ومحمد بن إسحاق وإن كان قد استدل قد دلس هنا لكن رواية البخاري تقويه. حارث بن عبد الله هو نقول هو الذي يقويه يتقوى فيكون حسن لغيره، هو ليس ضعيف مكذبا، وإن كان الإمام أبو حنيفة يقول حدثني الحارث وهو كذاب، الآخرون قالوا لم يبلغ ضعفه إلى الكذب ولذلك حسنوا حديثه. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال يوم الحج الأكبر
أن هل بين الإسنادين فرق؟ هناك قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد، وهنا حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق الحارث عن علي قال يوم الحج الأكبر يوم النحر. نعم. قال أبو عيسى ولم يرفع قال أبو عيسى ولم يرفعه هنا عن الحارث عن علي قوله. نعم، عن علي قوله يوم الحج الأكبر يوم النحر قال لم يرفعه، وهذا أصح من الحديث الأول. لماذا أصح؟ المدار على سفيان بن عيينة، وبعده أبو إسحاق والحارث، وكلهم في طبقة في درجة واحدة. غاية ما فيه هنا يروي عبد الصمد بن عبد الوارث بن عبد الصمد ابن عبد الوارث عبد الصمد يروي عن أبيه عبد الوارث، كلهم ثقات، فلماذا يقال إنه يكون هذا أصح؟ صحيح موقوف، لكن ألا يمكن أن يكون قد يكون الحديث موقوفا وقد يكون مرفوعا ما اختلف في رفعه ووقفه إذا كان في الحقيقة الرواة فيهم ليسوا ثقات، الرواة بدرجة واحدة. فهنا في مثل هذا يقول الموقوف فتوى من علي بناء على ما ثبت لديه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، ففي مثل هذا يقولون الموقوف يقوي المرفوع، لعل هذا من هذا النوع، وإلا الرواة ثقات. ابن أبي عمر العدني لا يعني يتفاضل على عبد الوارث بن عبد الصمد، والله أعلم. نعم، فيكون كلاهما صحيح، أو يكون بالحقيقة هذا ناشئ إذا ذهبت بالتعليل المناسب، فنقول هذا ناشئ الرفع والوقف ناشئ أن ضعف حارث، ويكون كونه مرفوعا تقوى من كونه من رواية البخاري، فيكون المرفوع هو الأقوى هو الأصح، والله أعلم. ولو كان لكنه عبد الصمد وغيرهم أيضا لا يقلون. نعم، طيب سفيان في كلتا الروايتين، إنما الكلام في الرواة عنه. يعني بحذف محمد بن إسحاق كأنه يكون هو الصحيح، موقوف يكون من أبي إسحاق، والله أعلم. قد يكون سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق، أليس هناك سفيان بن عبد الصمد يروي عن محمد بن إسحاق عن أبيه؟ نعم، فيكون زيادة الراوي، قد يكون هو الأقوى، والله أعلم. كأنك تقول هنا سفيان يكون أقوى بحذف محمد بن إسحاق، ليست العلة في محمد بن إسحاق، والله أعلم، ليست العلة. ما دام تقوى برواية البخاري المرفوع فيقال والله أعلم. لماذا نصر على هذا؟ لأن في رواية البخاري مرفوعا جاء عن علي بإسناد غير هذا الإسناد الصحيح، راجعوا فيه. نعم، هو في كتاب التفسير، في كتاب التفسير يوم الحج الأكبر الذي جاء كلمة. نعم، فيكون المرفوع هو الصحيح، والله أعلم، سواء كان من ولو كان محمد بن إسحاق فيه، لكونه قد ورد عند البخاري أيضا مرفوعا. قال المحقق يقول لكنه إن شاء الله تحصلونه، أنا كأني حصلت قلت هنا ولكن له شاهد عند البخاري. نعم، إن شاء الله حاولوا تجدون، تحاول الآن تجد إن شاء الله ولا بعدين. أنا عندي أما هذا، أنا عندي موجود هذا، لكنها موجود هو إن شاء الله، حاولوا نجده إن شاء الله. قال أبو عيسى ولم يرفعه، هذا أصح من الحديث الأول، رواية ابن عيينة موقوفا أصح من روايته. ماذا قال هنا؟ قال أنه لم أقف على رواية البخاري، مو كذا، لكنه إن شاء الله موجود هو في، يقول أي أخرجه البخاري وغيره. ماذا يقول؟ قد اشتهر بين الأمام أنه يوم عرفة، أين يعني
هذا كتاب البخاري 1742 في كتاب الحج، وكذلك في كتاب التفسير أيضا يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج، فقال هذا يوم الحج الأكبر. وهذا في رواية البخاري رقمه 1742. على كل حال نعم، هذا شاهد قلنا وراه شاهد، نعم يقويه إن شاء الله. ثم بعد ذلك قال فإذا اليوم الحج الأكبر تفسيره الآية إيش موجود أي إنما قيل الأكبر من أجل قول الناس الحج الأصغر، فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام فلم يحج عام حج إلى آخره، موجود في ثلاث مواضع فيما أذكر في صحيح البخاري. نعم. باب ما جاء في استلام الركنين، الركنين الحجر الأسود والركن اليماني. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي عن عطاء بن السائب عن ابن قال أبو عيسى ولم يرفع، وهذا أصح من الحديث الأول، ورواية ابن عيينة موقوفا أصح من رواية محمد بن إسحاق مرفوعا، هكذا روى غير واحد من الحفاظ عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي موقوفا، وقد روى شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مرة عن الحارث عن علي موقوفا. نقول لو صح موقوفا وقد جاء له شاهد، ويقال أنه صح مرفوعا وموقوفا إن شاء الله، فتوى من علي رضي الله عنه الذي جاء عنه مرفوعا أيضا. باب ما جاء في استلام الركنين. قال حدثنا قتيبة وابن السيد البغلاني قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن ابن عبيد، هو اسمه عبد الله ابن عبيد الظاهر من ثقة من التابعين، عن ابن عبيد ابن عمير عبد الله ابن عبيد ابن عمير عن أبيه عبيد ابن عمير تابعي جليل، عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يزاحم على الركنين زحاما ما رأيت أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، فقلت يا أبا عبد الرحمن إنك تزاحم على الركنين زحاما ما رأيت أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يزاحم عليه، قال إن أفعل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن مسحهما كفارة للخطايا، وسمعته يقول من طاف بهذا البيت أسبوعا، أسبوعا ليس معناه سبعة أيام إنما أسبوعا معناه سبعة أشواط، فأحصاه كان كعتق رقبة، وسمعته يقول لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حتى الله عنه خطيئة وكتبت له بها حسنة، سنكتب ما قدموا وآثارهم بهذا المعنى إن شاء الله. فإذا هنا إشكال أن الفعل الذي سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يكون هو السنة، قال إن أفعل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن مسحهما كفارة للخطايا، وجاء أن عبد الله بن عمر في بعض الأحيان يدافع ويدافع حتى يصل إلى الحرم إلى الحجر حتى كان يرعف، ودافع وحاول وسعى حتى رعف ثم ذهب وغسل ثم جاء مرة ثانية. تقييم هذا الفعل نقول يعني ليس تقييم هذا الفعل إلا في ضوء القول النبي صلى الله عليه وسلم عامة، هو اجتهاد أنه ما دام أجره أن مسعهما كفارة للخطايا فيحاول، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه كأنه تخفيفا للأمة كان يشير بيده ولم يفرغ له الموضع المقام وموضع الحجر الأسود وموضع الركن اليماني، ثم قال لعمر يا عمر إنك رجل قوي لا تزاحم على الركن. فالذي يظهر والله أعلم أن عدم الزحام وهو الذي اختاره أكثر الصحابة قد يكون أفضل، لكن إذا وجد فرصة بدين بدون أن يؤذي أحدا أو يؤذى فيكون هو لا بأس فيها، لكنه إذا كان يؤذي نفسه ثم بعد ذلك هذا لا شك أنه اجتهاده رضي الله عنه، لكن ما دام نحن نستند إلى فعل أكثر الصحابة يقول إنك تزاحم على الركن زحاما ما رأيت أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم،
فإن شاء الله الأكثرون يعرفون على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الزحام، فكانوا لكنه كان يجتهد، له أجره رضي الله عنه ورحمه. يكون أفضل ألا يزاحم ولا يدافع إلا إذا وجد فرصة، نعم، فيقوم بتقبيل الحجر الأسود. إذا كان حصل الصف، حصل الترتيب ويقوم فيه نصف ساعة ربع ساعة لا بأس فيها، لكنه يدافع الناس حتى يرعف ويأتيه الرعاف، وهذا لا يكون إلا بجهد ومشقة شديدة. ولذلك في الحقيقة يكون الأفضل أن إذا وجد فرصة أو إذا كان صف لا بأس فيها يقف في الصف ولو نصف ساعة. بعض الأحيان الناس ما يجدون إلا نصف ساعة أو كذا، وجاءت في هذا سبحان الله في تخفيف الزحام عن الركن اليماني والحجر الأسود أفكار كثيرة جدا. واحد منهم قال أنه يجعل نفق ويدخل فيه واحد أو اثنين ويطلعوا عند الحجر الأسود، هذا قال. وواحد منهم، أنا عندي إلى الآن موجود ما وصلته إلى الرئيس في الهند، واحد مهندس كبير له فكرة أيضا مثل هذه، لابد أن يعمل شيء ينزل هناك ثم بعد ذلك. يعني نحن نقول أسهل شيء من هذا أننا نقنع بما قنع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يشير وإن شاء الله هذا استلام، ويشهد إن شاء الله الحجر الأسود لاستلامنا هذا، وليس بلازم أن نكون نمسه. نعم، إذا كان وجد الفرصة فيكون هو، ولكنه سبحان الله يعني أفكارا كثيرة جدا. وواحد منهم يقول ينبغي أن تكون للنساء ساعات وللرجال ساعات للطواف حتى يعني يستلموا الحجر. كل هذه ليس له أصل في الحقيقة، يجب أن نقنع الناس بما قنع به النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا، روى سعيد المنصور من طريق محمد بن القاسم بن محمد قال رأيت ابن عمر يزاحم على الركن حتى يدمى يخرج منه الدم. ومن طريق أخرى أنه قيل له في ذلك فقال هوت الأفئدة إليه فأريد أن يكون فؤادي معهم إلى آخره. نعم. ثم بعد ذلك قال باب ما جاء في الكلام في الطواف. قال حدثنا قال أبو إيسى دائما منكم وروى حماد بن زيد عن طه بن السائب، هنا جرير عن طه بن السائب عن ابن عبيد بن عمر عن ابن عمر نحوه، ولم يذكر فيه عن أبيه. يعني هنا كأنه، لكنه ما قال أن هذا أرجح وكذا، يعني المطلوب أن عطاء بن السائب عن ابن عبيد بن عمير عن ابن عمر. يقول هنا لم يذكر عبيد بن عمير، فيكون والله أعلم فيه انقطاع أو يكون انقطاع طبعا منقطع، وجاز أن يكون بعض الروايات تخفيفا محمد بن زيد يكون رواها كذا، والآخر الذي روى موصولا يكون هو الأصل فيه. باب ما جاء في الكلام في الطواف. قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هنا عطاء بن السائب مختلط، وجرير بن عبد الحميد سمع منه بعد الاختلاط، لكن هذا الحديث جاء عند الحاكم بأن رواية الثوري عن عطاء بن السائب، وسمع الثوري من عطاء قبل الاختلاط، فيكون الحديث إن شاء الله خاليا من العلة. قال عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس موصول، وعلة اختلاط عطاء قد ارتفعت برواية الثوري عنه وجرير، وإن كان سمع منه بعد الاختلاط، لكن الثوري سمع منه قبل الاختلاط. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير. قال أبو عيسى قد روي هذا الحديث عن ابن طاووس وغيره، عن طاووس عن ابن عباس موقوفا أيضا، ولا نعرف مرفوعا إلا من حديث عطاء بن السائب. وإذا كان عطاء بن السائب لم يختلط هنا وروى عنه الثوري، فيكون لا علة في هذا الإسناد. فهنا أيضا نقول
إذا كان الصحابي قد كان يثبت عنه الحديث المرفوع فكان يفتي به بدون رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون المرفوع والموقوف كلاهما في محله صواب. ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن الصائب، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يستحبون أن لا يتكلم الرجل في الطواف إلا لحاجة أو بذكر الله تعالى أو من العلم. ثم بعد ذلك الطواف حول البيت صلاة، في رواية أبي داود هكذا جاء بدون ليس مثل الصلاة. من هنا يستدلوا على أنه كما أن الصلاة يشترط لها الطهارة كاملة من الحدث الأصغر والحدث الأكبر، كذلك الطواف يشترط لها، لأنه إذا ذهبت كما يقولون هم تنقيحا مناط، لماذا سمي طوافا؟ ما هي العلة التي سمي الطواف صلاة؟ هل لأجل أن فيه دعاء الاستفتاح، قراءة الفاتحة، الركوع، السجود والتشهد؟ لا يوجد هذا كله، كذلك لا يوجد فيه ما يسمى الصلاة فيه ذكرا سبحان ربي العظيم سبحان ربي العالى وأشياء كلها. معناه إن حصر لنا سبب تسميته طوافا كونه يشترط لكليهما الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، فلا يجوز لأحد أن يطوف بغير وضوء. والمسألة هذه يعني وإن كان في بعض الصور قالوا إذا طاف بدون وضوء وهو موجود هنا نقول له أعيد الطواف، هذا قول أبي حنيفة رحمه الله، وإذا ذهب إلى بلاده فنقول لا بأس عليك وقد صح الطواف. هذا كلامهم على كل حال، لكنه مع الإمكان لا يجوز لأحد أن يطوف بدون طهارة، أما السعي فجاز بدون الوضوء. نعم. وقد ثم بعد ذلك باب ما جاء في الحجر الأسود، قال حدثنا قتيبة عن جرير عن ابن خثيم. ابن خثيم هو عبد الله بن عثمان بن خثيم القاري، وهو ثقة، جرير بن عبد الحميد ثقة، سعيد بن جبير تابع الجليل، عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجر والله، وهذا تأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم باليمين، والله لا يبعثن، لام تأكيد، أولا القسم والله ثم لام تأكيد والنون تأكيد المثقلة، ما هو كذا، والله لا يبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. آمنا بالله، اللهم لا تحرمنا من شهادته، وقد استلمنا بحق إن شاء الله، لا بشرك ولا بخلط شيء. لا، أي على من استلمه بحق، يعني ليس يخلط فيه شيئا من المعاصي، وأكبر المعاصي أنه قد يكون هناك شرك أو بدعة أو كذا. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. حسن لماذا؟ مع أن الرواة كلهم ثقات على كل حال، وهو صحيح إن شاء الله. هنا بحق قال متعلق بمن استلمه، أي استلمه إيمانا واحتسابا، إيمانا بأن الله تعالى قد نزل هذا الحجر وأخبر فيه نبينا صلى الله عليه وسلم أن من استلمه فيكون له هذا العجر. ويجوز أن يتعلق بيشهد، يعني يشهد بحق الذي يقول كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله خالصا له بحق، فيكون إن شاء الله له هذا الأجر. نعم. ثم يقول هنا شيء، انظروا، قال والحديث محمول على ظاهره، فإن الله تعالى قادر على إيجاد البصر والنطق في الجمادات، فإن الأجسام متشابهة في الحقيقة، يقبل كل منها ما يقبل الآخر من الأعراض، ويؤوله الذين في قلوبهم زيغ التفلسف، ويقولون إن ذلك كناية عن تحقيق ثواب المستلم وأن سعيه لا يضيع، هكذا يقولون، لا يؤمنون بأن الله يخلق له لسانين وشفة أو لسانا يخلق له عينين وأن سعيه لا يضيع. والعجب من البيضاوي أنه قال إن الأغلب على الظن أن المراد هذا، وإن لم يمتنع حمله على الظاهر، ولا عجب، فإنه مجبول على التفلسف في تفسير القرآن
وشرح الأحاديث تجاوز الله عنه. نعم. على كل حال آمنا بالله ونحن أمروها كما جاءت، ويجب أن نؤمن أن الله الذي أنطق كل شيء ينطقه بخلق لسان له عينين، وليس بلازم أن يكون النطق باللسان، لكن ما دام أخبرنا هنا أنه له لسان وله عينان. باب قال حدثنا هناد أنه قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة أن فرقد، هنا فرقد في الحقيقة هو الذي عليه مدار الحديث، هو فرقد بن يعقوب السبخي هكذا، فهو كثير الخطأ وإن كان في ذات نفسه صادق اللهجة، إلا أنه خطأه في الحديث كثير ضعيف الحفظ. عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن بالزيت وهو محرم غير المقتت، غير المقتت الزيت غير المقتت غير المطيب، لم يكن طيبا، مقتت هكذا قط، نعم، يعني غير المطيب لم يكن فيه طيب، زيت ليس فيه طيب. فهل هذا الحديث ضعيف؟ لكن ما حكم المسألة؟ هل يجوز أن يدهن الإنسان في حالة الإحرام؟ الظاهر والله أعلم هذا من التزين، وفي هذه الحالة ينبغي أن يكون شعصا غبرا، ما هو كذا، جاءوا عبادي شعصا غبرا، فيكون أشعص وأغبر. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن بالزيت، إلا أنه جاء في أفعال الصحابة أنهم كانوا يأكلون اللحوم، فكان وهو في حالة الإحرام يمسح يده بودكه بعضها على بعض، هذا شيء آخر، أما أن يدهن فهذا ليس بصحيح، والله أعلم. نعم. إيش هو؟ والله إذا كان أنت خرجت من الحمام وتحتاج أن تغسل، إن لم تجد، إذ كنت في عرفات فعمل سنة التراب، وإذا لم يكن هناك ماذا تفعل؟ لابد أن تأخذ، لكن لابد أن تغسل، تغسل حتى يذهب عنك الطيب أو الرائحة، وإلا لا مناس من هذا، وهو لا يكون كثير، لا يكون طيبه كثير، الصابونات بعضها تبقي أثرها لا يستعمل، لكن هذه المنقيات الذي يسمونه شامبوات قد يأتي، سبحان الله، الآن نقول دائما في الحقيقة موجود، ينبغي أن يكون في أيام الحج يبال هذا خاصة للحجاج، وهو يباه، بعضها موجود عند بعض الدكاكين وبعض الصيدليات بدون رائحة. كان شيخنا الهلالي رحمه الله كان يقول دائما، كان يقول لو كان الحج عند الأوروبيين كانوا يعني نظموا كل شيء، سواء هو كان مغرم يعيش فيهم بالنظام القديم، قبل 40 سنة حججت معه، فكان يقول سبحان الله، يعني عنده أفكار، يقول هناك عندهم في متاحفهم القطارات صغيرة مفتوحة، بس تمسك أنت وتطلع وتمسك وتنزل هناك، بعد 5 دقائق 4 دقائق تقف تنزل، اللي يطلع يطلع ثم تمشي أوتوماتيكيا. قال لماذا لا يركب هنا؟ هذا قبل 40 سنة بالذات، أقول لك كم يكون 40 سنة ولا كم؟ 1387، كم يكون من الآن؟ 6 أكثر من 40 سنة صار، أنا في 36 كنت أحججه وأنا صغير، لما تزوج بعد وأمسكه، فكان لما يتعب فيه المشي في الطواف، قال لو ركبوا ليليبوت، هم يسمونه هناك في ألمانيا هذا القطار ليليبوت بهذا اللفظ، وكان يقول حتى الحمامات، سبحان الله، كان يقول ينبغي أن يمنع هنا السوابين، أن يكون ناس يمنع منهم ويوجد لهم صوابين بدون رائحة، ولذلك سبحان الله كان هو عنيق جدا في بيته، لكن في الحج كان يتمرغ بالتراب وكان يغسل بالتراب وأشياء هكذا، قال إن لم نعمل سنة هنا أين نعمل؟ فالحاصل على كل حال ينبغي أن يحاول الإنسان يجد إن شاء الله من غير طيب. نعم. ثم قال باب حدث، قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث فرقد السبخي، يعني مداره عليه وهو ضعيف، عن سيد بن جبير، وقد تكلم يحيى بن سعيد في فرقد السبخي وروى عنه الناس، وهو ضعيف الحفظ، ما دام ضعيف الحفظ فالحديث لا يثبت أو لا يجوز أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ببيان ضعفه.
ثم قال حدثنا أبو كريب وهو محمد بن علي علاء، أبو كريب الحمداني ثقة، قال حدثنا خلاد بن يزيد الجعفي، هذا حديثه يكون حسنا أو صحيحا وهو يهم في بعض الروايات. قال حدثنا زهير بن معاوية ثقة، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحمل من ماء زمزم وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله، يعني نقل ماء زمزم من مكة إلى غيره. هناك في تاريخ مكة للأزرق، أخبار مكة للأزرق، وكذلك تاريخ مكة للفاكهي، بوب بابا باب نقل تراب من الحرم إلى غير الحرم، باب نقل زمزم إلى غير مكة. فذكر برواية صحيحة أيضا هنا قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمله، زيادة عليه من الأحاديث الصحيحة، أنا ذكرته في كتاب المسجد الحرام قديم، فهو حديث صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم يكتب أو يرسل إلى سهيل ابن عمرو الذي كان تقاضى مع النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أسلم، فكان يرسل له ماء زمزم في الأداوي والقرب، في الأداوي والقرب. فحمل ماء زمزم إن شاء الله هذه سنة، وإهداؤه أيضا سنة. نعم، فكانت النبي صلى الله عليه وسلم يحمله، فأي دليل أقوى من هذا في استحباب نقل هذا؟ ومن الغريب أنك تجد بعض الناس حرموا نقل أي شيء من الحرم، قالوا حتى ذكروا بعض الروايات وهي ضعيفة، قالوا نقلوا ترابا من ما من الحرم، فوجدوا أن جملهم كل وتعب وجلس ولا يقدر يمشي، فلما ردوا التراب هذا مشى. يعني مثل هذه يذكرون، وهذا ليس له أصل. يجوز أن ينقل إلى الحرم من الخارج أيضا، ويجوز أن ينقل شيء إذا كان يعني إن شاء الله ليس فيها حرج، لكن ليس يكون لا يكون للتبرك إلا ما جاز التبرك به وهو زمزم. نعم، أما النقل من الخارج فالآن هذه الأحجار الباردة سبحان الله، يعني نقلوها من يونان منذ زمان، ففتاوى العلماء موجودة، فجاز أن يدخل في قالوا لا يدخل في الحرم من خارج الحرم شيء، هذا في كتب القديمة تكلموا في أخبار مكة للأزرقين. ثم بعد ذلك قال كتاب الجنائز، لا باب حدثنا أحمد بن منيع، لسه باقي حديث في الحج. قال حدثنا أحمد بن منيع ومحمد بن وزير الواسطي المانا واحد، قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق الثقة، عن سفيان وهو ابن الثوري، نعم، عن عبد العزيز بن رفيع قال قلت لأنس، تابعي عبد العزيز بن رفيع، قلت لأنس بن مالك كان حدثني بشيء أقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال بمنى، قال قلت فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالأبطة، ثم قال افعل كما يفعل أمراؤك. هذا معنى عجيب جدا، نعم، كبير جدا في من ناحية الاجتماعيات. قال هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأمراء والخلفاء إذا كانوا يصلون العصر مثلا في منى فلا تخالفهم. وهذا نقول هذا المعنى، وهو أنه إذا كان مصلحة الأمراء يمكن أن يختاروا شيئا في المصلحة، فلا ينبغي أن يصاح ولا أن يثار خلافهم، لا ينبغي أن يثار خلافهم، لأن هذا أمر لا شك فيه أنه ليس بواجب، ليس بواجب أن يخرج في هذا الوقت ويذهب إلى الأبطة أيضا حتى التحصيب، وهو المبيت في الأبطة والمحصب ليس واجبا، والصحابة كانوا يتفرقون في كل جانب. نعم، ها هو الأبطة هو هو الذي قال من قديم كان سبحان الله نبحث، فالناس علمونا من هو الشيخ واحد حسن، كان رقيق ايش اسمه، هو والد زوجة الشيخ حماد الأنصاري، طويل فارع، كان يقول هذا هو الذي علمونا مشايخنا، ما بين الإمارة والنفق الذي يروح الإمارة والنفق والمسجد الذي على يسارك إلى أن هذه كلها محصب، وهو الأبطح الذي
نزل النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج وبعد الحج. نعم. ثم بعد ذلك قال: كتاب الجنائز الرسول الله صلى الله عليه وسلم. الجنازة والجنازة كلاهما قد يطلق على النعش، النعش النعش الذي يحمل عليه والميت، فقالوا الجنازة للميت أيضا توسعا، لا يقال للميت جنازة، إنما جنازة أو جنازة يقال أنه أصله هو السرير الذي يحمل عليه أو النعش الذي يحمل على الميت، وقيل الميت توسعا. نعم. إيش هو؟ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح يستغرب من حديث إسحاق بن يوسف الأزرق عن الثوري رحمه الله. قال: باب ما جاء في ثواب المريض. ثواب المريض يقول أنه حتى قد يكون يتصرف منه. قال ابن فارس أنه يجوز أن يقول جنازة يجنز، أي حمل الميت. على كل حال الله المستعان، وهذا كل ابن أنثى وإن طال سلامته يوما على آلة حدباء محموله. ولذلك ينبغي أن يذكر الإنسان ويكثر ذكر حاذم اللذات الموت. أرسلوا لي من أمريكا يوتيوب حق محمد علي كيلاي، هذا الذي كان ملاكم، فذكروا له بعض المقابلات الصحفية، قال: أنت الآن ضعفت بالفعل ولا تقدر تتحرك، هل تذكر الموت؟ قال: من قبل أنا منذ أسلمت أذكر الموت على الأقل 5 مرات عندما أنا أبري، يعني عندما أصلي، ودائما أذكر الموت. نحن المسلمين يعني كأنه يدعوهم أو يعني يعلمهم دين الإسلام. قال: نحن المسلمين يجب أن نذكر الله دائما ونذكر الموت، ولا يأتي لا يعمل أحد متى يأتيه موته. فإذا على كل حال كلنا بهذه المثابة، أكثروا ذكر هذه من اللذات الموت. فالإنسان إذا كان يخاف الموت، يخاف الحساب وغيره وغيره، فيكون أدعى له للخير. قال: باب ما جاء في ثواب المريض. قال: حدثنا هناد أنه قال: حدثنا أبو معاوية هو محمد بن خازم أبو معاوية الضرير عن العامش سليمان بن مهران عن إبراهيم وابن يزيد النخعي عن الأسود وابن يزيد أسود بن يزيد النخعي أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصيب المؤمن شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة وحتى عنه بها خطيئة. نعم. فلذلك المسلم في الحقيقة ينبغي أن يكون دائما أمره إلى الله، فإذا أصيب بمصيبة لا شك أنه جاز له أن يدعو للوقاية من المصائب، لأن الدعاء يرد القضاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء. وإذا أصيب فيدعو الله تبارك وتعالى مثل ما دعا الأنبياء وغيرهم. رب وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وإذا أراد أن يطلب شيئا: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك. فيكون الإنسان لا شك إذا أصيب فيدعو الله تعالى أن يرفع عنه البلاء، لكنه لا بد أن يحتسب الأجر أيضا حتى لا يضيع أجره. قال في الباب عن سعد بن أبي وقاص وأبي عبيدة بن الجراح وأبي هريرة وأبي أمامة وأبي سعيد وأنس وعبد الله بن عمرو وأسد بن كرز وجابر بن عبد الله وعبد الرحمن بن أزهر وأبي موسى. لو كان معنى هذا الحديث ثبتا حول الصحابة فنقول هذا الحديث متواتر في طبقة الصحابة. ثم بعد ذلك لو بحثت عن كل صحابين يكون 2-3 وعن كل تابعين يكون، فربما يكون هذا متواترا إن شاء الله. انظر هذا المعنى نفسه: لا يصيب المؤمن. كم واحد الآن أشر من الصحابة؟ لو كان 5-6 من الصحابة ما نظن أنهم يكذبون أو يحوم الشك أنهم يكونوا قد كذبوا، لأنه يستحيل عادة من عادة الصحابة مما جربناهم أنهم يجتمعوا فيكذبون. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح. نعم. إذا كان الشوكة وهي خفيفة ويكون له الأجر فيه، فإذا أصيب بمرض أكبر وعظم أكبر منه فلا شك أن أجره عظم،
غاية ما فيها الإنسان يصبر على ما رضي الله له ويدعو الله تعالى ألا يمتحنه وألا يبتليه. نعم. قال ثم بعد ذلك قال حدثنا سفيان بن وكيع أنا قال حدثنا أبي وهو وكيع بن الجراح عن أسامة بن زيد. أسامة بن زيد بن أسلم العدوي ضعيف في الحفظ. عن محمد بن عمرو بن عطاء هو القرشي العامري ثقة. عن عطاء بن يسار ثقة. عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء يصيب المؤمن من نصب ولا حزن ولا وصب حتى الهم يهمه إلا يكفر الله به عنه سيئاته. قد يكون هذا والله أعلم شاهدا أو الحديث الصحيح السابق لا يصيب المؤمن شوكة فما فوقها قد يكون بهذا المعنى قريبا منه إن شاء الله. نعم. وإلا الحديث بإسناده هذا أخرجه البخاري أيضا. نعم. ومسلم في كتاب البر والصلة هذا الحديث صحيح عن أبي سعيد الخدري بطريق آخر. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن في هذا الباب. قال وسمعت الجارودة يقول سمعت وكيا يقول لم يسمع في الهم أنه يكون كفارة إلا في هذا الحديث. قال وقد روى بعضهم هذا الحديث عن طيب بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل يكون هناك عطاء بن يسار عن أبي سعيد؟ لكن إذا روى بعضهم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة فنقول عطاء بن يسار كثير الرواية عن الصحابة فليس ببعيد أن يكون سمع عن أبي هريرة وسمع عن أبي سعيد الخدري أيضا فكلاهما صحيح من حيث النظر في الأسانيد. نعم. قال أبو عيسى وسمعت الجارودة يقول سمعت وكأن لم يسمع في الحم إلا في هذا الحديث. قال وقد روى بعضهم هذا الحديث. هنا يقول جارود بن معاذ السلمي هو شيخ الترمذي رحمه الله ثقة فهو سمع من يقول وكي لم يسمع سمعت الجارودة يقول فشيخه سمع وكي بن الجراح. الحاصل أن هذه الأحاديث لنا فيه سلوى كثير إذا أصيب الإنسان في نفسه أو في أولاده أو في ماله فليحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى وإنما أشكو بثي وحزني إلى الله لا يشتكي إلى غير الله تعالى. ثم قال باب ما جاء في عيادة المريض. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال أنه قال حدثنا يزيد بن الزريع أنه قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي أن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة. إذا عاد عيادة لم يزل في خرفة الجنة. الخرفة في الحقيقة الخرفة ما يخترف من الثمر كأنه يخترف أو يستقطع من ثمر الجنة يعني مذمون له عند الله تبارك وتعالى أنه يكون له سببا لدخول الجنة وإن شاء الله يكون يأخذ من ثمار الجنة. فالخرفة هي الثمار لم يزل في خرفة الجنة. نعم. قال أبو عيسى حديث ثوبان حديث حسن صحيح. وروى أبو غفار وعاصم الأحول هذا الحديث عن أبي قلابة عن أبي العشاس عن أبي أسماء عن ثوبان النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وسمعت محمدا يقول من روى هذا الحديث عن أبي العشاس عن أبي أسماء فهو أصح. قال محمد وحديث أبي قلابة إنما هي عن أبي أسماء إلا هذا الحديث فهو عندي عن أبي العشاس عن أبي الأسماء. يعني أبو قلابة روى عن أبي العشاس رأسا لكنه عن أبي أسماء حديث أبي قلابة يروي عن أبي أسماء. أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي من التابعين ويروي عن أبي أسماء الرحبي وهو أيضا ثقة. قال ولكنه أكثر رواية ما دام أكثر رواية عن أبي أسماء لكنه هنا بواسطة أبي العشاس يقرر الإمام أبو هنيئة الإمام البخاري رحمه الله أن رواية أبي قلابة عن أبي العشاس هنا صحيح. أبو غفار هو مثنى ابن سعد أو مثنى ابن سعيد الطائي صدوق. وأبو العشاس هو شراهيل ابن عادة ثقة. نعم. ثم قال باب
حدثنا محمد الوزير الواسطي أنه قال حدثنا يزيد بن هارون وهو أيضا الواسطي أنا عاصم من الأحول عاصم بن سليمان الأحول أنا بقلابة أنا بالعشاس أنا بأسماء ألا ما ثبت الإمام البخاري أن ثوبانا أن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد قيل وما خرفة الجنة قال جناها جناها أي ثمارها التي تجتنى. نعم. ثم قال حدثنا أحمد بن عبده الضبي أنه قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث خالد ولم يذكر فيه عن أبي العشاس وكلاهما صحيح على ما يظهر، لكن الإمام البخاري يقول هذا الحديث أبو قلابة لم يسمع رأسا عن أبي العشاس فتكون رواية أبي قلابة عن أبي العشاس أنا أبي أسماء، ويقول جميع رواياته بدون ذكر أبي العشاس إلا هذا فكأنه أثبت أن هذا هو الصحيح. قال أبو عيسى رواه بعض من حماد بن زيد ولم يرفعه. ثم قال حدثنا أحمد بن مني هو البغوي قال حدثنا حسن بن محمد هو الزعفراني ثقة قال حدثنا إسرائيل هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبي عن ثوير بن فاختة عن أبيه فاختة قال أخذ علي رجاله ثقات قال أخذ علي بيدي علي رضي الله عنه بن أبي طالب أخذ بيدي فقال انطلق بنا إلى الحسن أي حسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخذ علي بيدي فقال انطلق بنا إلى الحسن نعوده فوجدنا عنده أبا موسى فقال علي رضي الله أعايدا جيت يا أبا موسى أم زائرا أعايدا جيت أم زائرا ما الفرق بينهما؟ الزيارة عامة لكن العيادة زيارة المريض، كأنه قال هل عرفت أنه مريض حتى جيت أنت بالعيادة أو للعيادة أم جيت زائرا مطلقا ولم يكن عندك علم بمرض الحسن ابن علي رضي الله عنه؟ فقال لا بل عائدا. قال علي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح وكان له خريف في الجنة. خريف في الجنة أي حديقة فيها جناها وفيها ثمارها يختلفها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وقد روي عن علي هذا الحديث من غير وجه ومنهم من وقفه ولم يرفعه اسم أبي فاختة اسمه سعيد بن علاقة. قال باب ما جاء في النهي عن التمني للموت. قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار أنه قال حدثنا محمد بن جعفر أنه قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق وهو السبي عن حارثة بن مضرب من الثقات قال دخلت على خباب وهو خباب بن العرت الصحابي الجليل رضي الله عنه وقد اكتوى في بطنه يعني لمرض من الأمراض كان قد أخذ الكي اكتوى في بطنه فقال ما أعلم أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقي من البلاء ما لقيت أنا. خباب يقول ما لقي هو من البلاء لم يلقى أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقد كنت ما أجد درهما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا كان من البلاء ربما كان يبقى جائعا. وفي ناحية من بيتي الآن 40,000 ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أو نهى أن نتمنى الموت لتمنيت لأن المرض الذي كان قد أنهكه وكان قد اكتوى بطنه وفيه أيضا زيادة الألم. قال لو أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا نهانا أو نهى أن نتمنى الموت لتمنيت. نعم جاء في صحيح البخاري وغيره لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه فإن كان ولا بد فليقل اللهم إن كانت اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وأمتني إن كانت الموت خيرا لي فإن كانت الوفاة خيرا لي. نعم في صحيح البخاري هكذا لكن لا يقول اللهم أمتني اللهم أمتني إن كان الموت خيرا لي زيادة تنفيس عن كثرة البلاء والألم. نعم
قال في الباب عن أنس وأبي هريرة وجابر، قال أبو عيسى حديث خباب حديث حسن صحيح. نعم. وقد روي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أهدكم الموت لضر نزل بي، وليقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هذا ما أشرت إليه أنه أخرجه البخاري. ثم قال: حدثنا بذلك علي بن حجر، لأنه قال: وقد روي عن أنس، وهو رواية صحيحة لكنه بصيغة التمريض ذكر هكذا ثم ذكر الإسناد، وهذا طريقة من طرق ومنهج من منهج المحدثين، قد يذكرون الصحابي وما روى ثم بعد ذلك يذكرون بعض الأحيان الترمذي، وكثير من الأحيان يفعله ابن حبان يذكر الحديث ومن بعد ذلك يقول: حدثنا بذلك. فهنا إذن قال: حدثنا بذلك علي بن حجر وهو السعدي، أنه قال: أخبرنا إبراهيم بن إسماعيل، وهو الذي يقال له ابن علي ثقة، قال: أخبرنا عبد العزيز صهيب عن أنس رضي الله عنه. فالرواية صحيحة. نعم. باب ما جاء في التعوذ للمريض. قال: حدثنا بشر بن هلال البصري، أنه قال: حدثنا بصري الصواف الثقة، قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد هو ثقة، أنا عبد العزيز بن سهيب، أنا أبي نظرة، أنا أبي سعيد، أبو نظرة منذر ابن مالك ابن قطعة، أبو نظرة من الثقات المعروفين، أنا أبي سعيد وهو الخدري، أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد اشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس وعين حاسدة، بسم الله أرقيك والله يشفيك. سبحان الله. وهذا مما علمه الله جبريل، وجبريل رقى به النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن نحفظ دائما لأولادنا ولأنفسنا في الحقيقة، ونحن تاركين هذا السلاح القوي ونشتكي أشياء كثيرة. فالحمد، آية الكرسي، ومعوذات، وهذه الأذكار المباركة ينبغي أن يكون طلبة العلم على طرف لسانهم. نعم. ثم قال: حدثنا قتيبة ابن سعيد، قتيبة ابن سعيد قال: حدثنا عبد الوارث ابن سعيد، أنا عبد العزيز ابن السهيب، قال: دخلت أنا وثابت على أنس ابن مالك، ثابت وهو ثابت ابن أسلم البناني، على أنس ابن مالك، فقال ثابت: يا أبا حمزة اشتكيت؟ فقال أنس: أفلا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس مذهب البأس، نعم، اشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما، إن كان مرضا سخونة، مرض الزكام، مرض الصداع، فلا يغادر سقما بعده الذي لا نعرفه. ما أجمع هذه الأذكار المباركة، وما يعني نقول جعلنا محرومين من هذا، والناس يجعلون من عند نفسهم يركبون الأذكار والأدوية والرقى. ينبغي أن يكون نأخذ مثل هذه ونتوقف عليه، ولا نسنى من عند أنفسنا شيء. ناس يجعلون من عند أنفسهم رقى كثيرا، لا بأس إذا كانت لا إذا كان معناه ليس فيه مخالفة. عارضوا علي رقاكم فلم يكن حرجا فما لم يكن شركا لا بأس به، لكن التمسك بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أجمع لمصالح الدنيا والآخرة. قال: وفي الباب عن أنس وعائشة، قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح، وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث فقلت له: رواية عبد العزيز أنا أبي نظرة أنا أبي سعيد أصح، أو حديث عبد العزيز أنا أنس؟ قال: كلاهما صحيح. وروى عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه أن عبد العزيز بن السهيب أنا أبي نظرة أنا أبي سعيد، وأنا عبد العزيز بن السهيب كليهما أنا أنس. نعم. بين حديث إيش؟ الظاهر حمله كما هو مفسر، يدخل الجنة 70,000 من أمتي لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتؤون وعلى ربهم يتوكلون. نعم، لا يسترقون، الظاهر المقصود من هنا رقيا، لأن كان الناس حديثي أهد بالجاهلية، وكانت هناك رقا قد يكون راقي يعني يأتي بألفاظ فيها شرك وغيره.
أما إذا كان رقى الشرعية إن شاء الله فهذا ليس داخلا فيه. لا فرضنا أنه يطلب أيضا فجاز له أن يطلب إن شاء الله إذا كان يعرف أنه لا يرقي إلا بما ليس فيه حرج. نعم. وإذا كان هناك شبهة الآن مثلا هناك ناس نعرف أنهم قد يعني سمعنا أن يعني بحمصه يسمي جلجلوت وهو يرقي، فهذا في الحقيقة قد لا يظهر جلجلوت هذا، قالوا أنه كبير الجن. ولذلك إذا كان الإنسان مثل الشيخ ابن باز رحمه الله كان يرقي ويطلب منه الرقية، فإذا كان هناك شبهة أو في بلد يكون ناس في الراقون في رقيتهم شبهة فهو الذي يقال لا يسترقون إن شاء الله. أما العلاج نفسه الرقية غير العلاج نفسه جاز تركه كما قال العلماء، وكما جاء في الحديث المرأة التي جاءت قالت يا رسول الله إني أسرع فأدعو الله لي أن يشفيني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت لك وإن صبرت فلك الجنة. قالت يا رسول الله أصبر، قال يا رسول الله ولكن أدعو لي ألا أتكشف إذا سرعت، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم. من هنا تحت هذا قالوا أنهم قالوا الترك الأدوية قد يكون والتوكل على الله أفضل. نعم. هنا كانت امرأة موحدة نعرفها، وكان نقول لها خالة، وأولاده كنا ندخل مع بعض وكذا، كانت قد أصيبت قيح وصديد في ساقها سبحان الله، وأبناؤه يا الله روح المستشفى كذا، قالت لا، وكانت ترقي وتغسل حتى شفيت. على كل حال إن شاء الله ما يأثم إن شاء الله، يعني لكنهم قالوا إذا كان ضعيف القلب والشيطان يخاف أن يغويه يقول لو دعويته فيفتو عمل الشيطان، لكن إذا كان إن شاء الله قوي التوكل على الله جاز له أن يترك. والتوكل على الله والرقية هو أعظم علاج، أكبر من الحبوب وأكبر من هو نفسه الدواء. ما جعل الله ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، تداووا يا عباد الله الذين لا تجدون في أنفسكم قوة في التوكل. قد يكون والله أعلم. نعم، إذا خاف على نفسه أن الشيطان قد يعني يضله بأنه لو كنت دعويته، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يداوي حتى لا يجد مدخلا للشيطان. نزيد ولا كيف؟ طيب، رقية تطلب إن شاء الله من شخص يعرف أنه موحد ولا يأتي برقيته شيئا يخافه أنه يكون فيه شركا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعرضوا علي رقاكم فما لم يكن شركا فلا بأس به. ونكتفي بهذا، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. غدا إن شاء الله. أبو عيسى قال هذا حديث حسن صحيح. نعم، قال أبو عيسى حديث عدي أبي سعيد حديث حسن. قرأنا هذا أنت؟ أي نعم. طيب الله فيكم. في أسئلة عندكم؟ أعطونا شيء من الأسئلة. بسم الله. الإخوان أصحاب المفارش لا يستبطعونكم. هل الغيبة تعد عند الكلام على زميل العمل الكافر بأن يذكره بأوصاف يكرهها؟ لا غيبة لفاسق فيما أذكر من كلام العلماء وليس حديثا صحيحا، لكن أريد ألا يتعود الإنسان على الغيبة سواء كان للكافر ولا الدابة حتى لا يتعود لأخيه المسلم الغيبة. نعم، هذا الذي يكون أفضل. هل الكلام في أهل البدع نهارا يقدح في الصيام الصائم؟ إذا تكلمت في أهل البدع بدون اسمهم وذكر بدعتهم لا يكون هذا نشر علم والدعوة، أما إذا قلت فلانا وفلانا قد يكون لا يكون فيه ما تقول أنت
فقد يقدح في الصيام، لكن إذا كان تعرف أنه معروف ببدعته وفسقه فيجوز لك أن تحذر الناس منه. نعم. ما هو الدليل على أن المكي يحرم من بيته؟ أنا ما أقول أنه يحرم من بيته، لكن الذين يستدلون ومنه مما يعني يستدلون من تبويب البخاري رحمه الله أيضا كأنه يميل إلى هذا، قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت قال هن لهن ولمن أتى علينا ممن أراد الحج والعمرة، حتى أهل مكة من مكة من أراد الحج والعمرة فيقولون من بيته، لكن فتوى ابن عباس قد يكون هو أحوط، قال يا أهل مكة ليس عليكم ألا تعتمروا فإن أبيتم فجعلوا بينكم وبين الحل واديا، يعني يخرج إلى الوادي الحل ومن هناك، هذا هو الذي أفضل يكون خروجا من الخلاف. نعم. لكنه إذا كان أحد على قول بعض العلماء حتى أهل مكة من مكة إذا طاب إذا تمر فلا يمكن أن تقول أنه ضل أو أنه أتى بحرام، والله أعلم. إني أمر على ميقات بلدي وميقات آخر قريب من مكة فهل يجوز لي؟ هذه فتوى قديمة، إذا كان الإنسان يمر على ميقاتين، ميقات أقرب إلى مكة وميقات أبعد، فجاز له أن يحرم على أي الميقاتين إذا كان يريد، وإذا كان يريد فالأفضل يكون ميقاته الذي هو قريب من بلده أو أول ما يلاقي من المواقيت. ذكر فضيلتكم أن من جمع رمي اليوم الحادي عشر والثاني عشر أنه يرمي كل جمرة مرتين، أنا ما ذكر كل جمرة في مكانه، يعني كأن تصور أنت أنه جاء يوم 12 يرمي ليوم 11، فهل يرمي الجمرة الصغرى لليوم 11 ثم يذهب للأسطى لليوم 11 ثم يذهب للكبرى لليوم 11 ثم يرجع؟ نقول لا، ما يلزم إن شاء الله، في مكانه يرمي الأسطى الصغرى لليومين ثم الكبرى لليومين ثم. نعم. في يعني وقد قرأت فتوى للشيخ ابن باز يقول مثل هذه الحال أن يرمي الصغرى ثم الأسطى ثم الكبرى عن الحادية ثم يعود من الصغرى، هذا ليس هذا رأيه رضي الله، لكن ابن عثيمين وغيرهم أيضا لهم فتوى في هذا غير هذا. حاليا يقولون أنه إذا ذهبت لا تقدر أن ترجع إلا إذا ذهبت إلى، فإذا إن شاء الله يجوز. هل يجوز الاعتكاف من بداية رمضان في المسجد الحرام وكيف تكون النية؟ النية نية نية الاعتكاف، أنت إذا جلست ولا تخرج إلا لحاجة البول والبراز والأكل إذا لم يتيسر إلا لهذا فجاز لك إن شاء الله، تنوي أني نويت الاعتكاف إن شاء الله من بداية جائز إن شاء الله ولو رمضان كله. نعم، ليس فيه حرج إن شاء الله، لا حتى لو أراد كله الشهر وشعبان رمضان أو سوال، يعني بعض الناس قد يعتكف إن شاء الله لا يكون حراما بأي دليل تحرمه. امرأة إيش اعتمرت بالطاء المدورة، اعتمرت هي وتحللت من الثياب قبل التقصير الشعر، هذا خطأ، لكنها إذا كان ما إذا كان لبست الثياب ولم تقصر الشعر فيقال لها انوي، وهي لباسها انوي العودة إلى الإحرام وقصري، لكن إذا كانت خرجت من الإحرام واغتسلت ثم قصرت إن شاء الله ليس عليها من بالجهر ليس عليها فدية. وطفل رضيع تحلل من الإحرام قبل الحلق، وهذا أيضا نفس الشيء، إذا كان تحلل الرضيع تحلل ما يتحلل هو، حلل كأنك أنت أيها ولي أخطأت فيه، كان ينبغي أن تحلق رأسه ثم بعد ذلك تخرجه من الإحرام، لكنه ألبس الإحرام إذا لم يكن حلق الآن، ألبس الإحرام إن شاء الله وحلق، وإذا كنت حلقت بعدما حللته جهلا فأرجو أن لا يكون عليه فدية إن شاء الله، وقد تمت عمرته، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله.